مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد متجدد من برنامج الصندوق الأسود والذي تشاهدونه دائما على قناة الحياة الجزائرية. برنامج الصندوق الأسود يبقى وفيا لعاداته وتقاليده، حيث يلامس ما في جعبة ضيوفه من أسرار ومواقف حصرية لأول مرة. بدون إطالة مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. صال وجل في الكثير من القاعة الرياضية العالمية، حاز على ميداليات إفريقية وعربية، ويعشق مدينة الحراش واتحاد الحراش حد النخاع. تعرض للكثير من المضايقات في الجزائر، عجلت باعتزاله مبكرا. إنه المصارع الجزائري إلياس بويعقوب، حاضر معي اليوم في برنامج الصندوق الأسود. إلياس، مرحبا بك، تشرف بوجودك معي اليوم. السلام عليكم، نشكركم على الاستضافة. إلياس، بعد اتصالي بك وتقديم الدعوة لحضور برنامج الصندوق الأسود، ماذا دار بذهنك للوهلة الأولى؟ كعيت لي خطرة الأولى، قلت لك باللي قلت لك واش من الحصة، قلت حصة رياضية، قلت لك نجي شوية شغالات بصح جيتك. بعد قلت حصة رياضية، لكنها تمتاز بالكثير من الجرأة والأسرار. صندوق أسود قلت لي. نعم، صندوق الأسود. بين قوسين، يعني فكرت أنها يمكن أن تكون كاميرا مخفية؟ بالك مع رمضان قريب ولا ميم استدعوني قناة واحد أخرين، هاي لبيت لهم الدعوة، بس ما كنت شاك، خفت زعما باش يديروا لي كاميرا كاشي، بس على كل حال كنت واجد، كنت بري باش قلت لهم ما مشي كاميرا كاشي، قالوا لي مشي كاميرا كاشي. طيب إلياس، برنامج الصندوق الأسود هو برنامج جريء يطرح أسئلة جريئة على ضيوفه دون المساس بكرامة أو شرف أي ضيف أو أي أحد كان، وأسماء ستدرج في هذه الحصة. ما عليك سوى أن تجيب على الأسئلة بطريقة جريئة دون تردد. هل أنت موافق على قاعدة البرنامج؟ موافق. متأكد؟ متأكد. في شخصيتك كم نسبة جرأتك؟ جرأتي 100%. سنكتشف ذلك مشاهدينا الكرام. بما أن إلياس بويعقوب مستعد وموافق على قاعدة البرنامج، نمر مباشرة إلى قسم الأسئلة الجريئة. إلياس بويعقوب، مع أول سؤال، كيف تقيم مستوى الجيل الجزائري في الآونة الأخيرة؟ متوسط، جيد أو ضعيف؟ متوسط. 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 كيف كان؟ متوسط، ولكن عندي تفاؤل. على كل حال نصف شباب، نصف فريق الوطني شباب. في الماضي القريب هل كان المستوى مرتفع؟ كان المستوى مرتفع. ما هي الأسباب التي جعلت من مستوى الجيل الجزائري في تراجع؟ ضعف التخطيط والصراعات الداخلية. ضعف التخطيط والصراعات الداخلية. إلياس بويعقوب، هل للتسيير دور كبير في تراجع المستوى؟ نعم. نعم. متأكد؟ متأكد 100%. إلياس، هل تعتبر مدرسة الحراش هي الغابة التي هي الشجرة عفوا التي تغطي الغابة؟ ما نقولوش هي الشجرة التي تغطي الغابة، ولكن نادي الحراش هو على كل حال 50% ولا 70% ليغطي الفريق الوطني. ماذا تعني لك مدينة الحراش في كلمة؟ مدينة الحراش هي على كل حال كانت فيها قابلة العوفيين اللي معروفة، اللي استنجد بها الأتراك نهار كانت الاحتلال الفرنسي على مدينة الجزائر. كانت قابلة العوفيين هذه في مدينة الحراش، وهي اللي قاومت الاستعمار الفرنسي. وما يخفى لكش باللي على الواد تاع الحراش كان
كاين بنيه تما تاع الاتراك اللي كان تما قبل العوفين يدافعوا على البحر المدافع، يدافعوا على مدينه الجزائر، ومدينه الحراش عرق مدينه في العاصمه الجزائر او في 58 ولايه. وماذا تعني لك هذه المدينه؟ تعني لي كلش. هذه المدينه خرجت رجال وما زالت تخرج رجال، ورجال في اي ميادين امر، كما احنا نقولوا عندنا 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 ابطال رياضيين، عندنا ائمه، عندنا كانوا كما احنا نقولوا مترقين في الجيش الوطني الشعبي كما اسماعيل الله ماري ربي يرحمه، عندنا بزاف يا شيخ ياسين ومقدم في قناه الشروق، عندنا ابطال، عندنا كما احنا نقولوا في الرياضه او في ال... اكثر شيء حدث لك بمدينه الحراش مؤلم، شيء واحد. ما جامي أخدع. ذكرى سعيدة تحتفظ بها في مدينة الحراش. ذكرى سعيدة عندي بزاف أمور. الأحسن. الأحسن عندي بزاف أمور. كما احنا نقولوا مدينة الحراش هي خرجت منها وكبرت فيها، ومنها اللي صنعتني باطل، وعلمتني كما احنا نقولوا علمتني الرياضة، علمتني وش معنى العقيدة الدينية، علمتني بزاف أمور، الرجولة، بزاف أمور هذه هي. والآن أنا كل حال كما احنا نقولوا ما نجمش نستغنى على مدينة الحراش. إلياس بو يعقوب، على حسبك أنت وعلى مسؤوليتك أنت، هل ما تعرض له المصارع بن يخلف ظلم؟ على كل حال باش ما نقولوش، هي يقول لك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يقول لك بعض العلماء ولو اتبعت ملتهم ما يرضوش عليك. احنا على كل حال معروف بلي ان الدوله الجزائريه في القرار تاعها، احنا على كل حال في الدستور الجزائري ان دين الدوله هو الاسلام، احنا مسلمين 99%، ولو كانوا عايشين معنا يهود ولا نصارى ما فيش، ما عندناش مشكل، فهمني، جزائريين اصلا جزائريين ما عندناش مشكل، ولكن احنا القرار الجزائري انه التطبيع حرام ما كاش كيفه، تشوف باللي تعرض له هو المصارع فتحي نورين ان شاء الله يخفوا لهم العقوبه، وبياسر نشوفوا الظلم، لانه 10 سنوات اقصاء الرياضي ينضر فيها. لو كان إلياس بو يعقوب مكان بن يخلف وفتحي نورين، هل سيفعل ما فعله بن يخلف؟ لا، طحت مع يهودي عدة مرات ما لعبتش، ولكن على كل حال ما كانتش ضجة كبيرة كما صرى فتحي نورين وعمر بن يخلف. طيب إلياس، فتحي نورين صرح قبل الانسحاب في وسائل إعلام جزائرية وبالدارجة الجزائرية أنه سينسحب، بماذا تفسر أنت وصول كلام فتحي نورين إلى الاتحاد الدولي ومعاقبتهم؟ من ترجم لهم هذا الكلام؟ هي على كل حال هو دار تصريح في كيما احنا نقولوا في التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وتبارطاج الفيديو هذا كيما احنا نقولوا الدواء من الفيسبوك، والناس شافته بزاف، على هذه هي اللي جات، هذه هي اللي وصرح انه ما يلعبش، وميم المدرب صرح انه الرياضي تما كيما. لكن الياس، تبقى مواقع التواصل الاجتماعي غير رسميه، من اوصل هذا الكلام الى الاتحاد؟ هذاك العلم لله، كاين بالك، كاين ناس بالك ربي اللي على باله، وحنا نقولوا دوكا واش حنا ما نعلموش الغيب. طيب الياس، لو كان بيدك الحل الان، ماذا ستقترح على الاتحادية من أجل بن يخلف وفتحي نورين؟ كما احنا نقولوا فتحي نورين من أفضل المصارعين في الوزن 73 كيلو، وكما احنا نقولوا مازال عنده العمر تاعو، مازال صغير ماهوش كبير باش كما احنا نقولوا يوقف في عمره 28 سنة، وعمر بن يخلف مازال كما احنا نقولوا مدرب شاب يتقصوا بعشر سنوات صعيبة عليهم، نقول قاسية عليهم، ومن الاتحادية أنا نطلب من الاتحادية أنه يتصلوا بهذا المدرب الرياضي ويكون تفاهم، خلاص صراعات بيناتنا، خاص صراعات هي اللي حتشقق، اللي حتقسم رياضة كيما حنا نقولوا رياضة جيدو في الجزائر،
يكون صراعات انه واحد يتضارب مع فلان والاخر يتضارب مع فلان والفايده ما عندنا حتى فايده. فهمني انه الانسان هذا تستفيد منه، عيط له تستفيد منه وتسير اتحاديه تلقى حل، بالك تخفف العقوبه ولا وربي يجيب الخير هذا معك. بنظرك انت فقدت الجزائر خدمات بن يخلف؟ ما فهمت. يعني هل الاتحاديه او الجيد الجزائري فقد خدمات كان يمكن ان يقدمها بن يخلف للجيد الجزائري؟ شوف اي واحد من عائله رياضه الجيدو ينجم يمد البلوس، ينجم يمد خدمه. كيما عمر بن يخلف ما يخفالكش عنده الدكتوره في درس في دال ابراهيم، وعنده دكتوره في الرياضه وبطل اولمبي، وينجم يمد خبره تاعو ويمد الدراسه تاعو اللي درسها. فهمتني؟ خاطش الدوله صرفت عليه اموال باش درس وباش كدا، ومن بعدك ما فانت كونت يحبس هكذاك، سي مالورو كيما حنا نقولوا، شي مؤسف انه 10 سنوات. ونطلب ان شاء الله من الاتحاديه باش يشوفوا ياخذوا نظر لهذا الرياضي وهذا المدرب ويتفاهموا. ما كيما حنا نقولوا ما كاش كيما كاين تفاهم، توصلوا الحل. فما خاطش كي قعدت الصراع بيناتكم حي تزيد غير الشحنه. فهمتني؟ دوك انت ما تهدرش معايا وانا ما نهدرش معاك وتكبر الشحنه هكذا بيناتنا في باطل، يكون تفاهم خير. طيب الياس بو يعقوب، اكثر سؤال جريء ساوجهه لك، لماذا اعتزلت الجيد الجزائري او الجيد بصفه عامه وانت لا زلت قادرا على العطاء؟ انا على كل حال كنت متاهل العب اولمبيه، وكنت في 2019 كنت بطل افريقي، وكنت في كيما حنا نقولوا في سباق لطوكيو، خاطش كانت مازال ما جاش المرض كورونا، كانت الالعاب الاولمبيه في 2020، تسمى كنت 2019 2020 كانوا مازال ما اخروهاش ل 2021. كنت متاهل وصراولي شويه مشاكل ومن مضايقات اللي خلاتني نعتزل، وكيما حنا نقولوا نضريت، وكيما حنا نقولوا شكوى لله هذا ماك. وهل ندمت على الاعتزال ام لا؟ ما ندمتش على الاعتزال، الحمد لله خرج من الباب الواسع، ما خرج من الباب الضيق. الياس بو يعقوب، ماذا تغير منذ سنة 2019 إلى يومنا هذا؟ تغير شخصية الياس؟ تغيرت بزاف الحمد لله تغيرت بزاف. أنه الله عز وجل يقول لك يحب بنادم يرزقه البصيرة، يعطي له البصيرة. من مصادر مقربة علمت وعرفت بأنك تحس الآن بحياة مختلفة عما كانت. الحمد لله. الحمد لله، اللهم زد ولا تنقص. أريد ولو مثال واحد عن تغيرك، شيء ربما كنت تفعله لا تفعله الآن. بزاف أمور، أنه الإنسان كما احنا نقوله سأوضح لك أكثر إلياس. من محيطك الكل يعلم بأن إلياس سريع الغضب، هل لا زال إلياس على هذا التصرف؟ الله، تشوف على كل حال أي واحد تلقاه بالك يزعف تمتم تلقى قلبه مليح. مانيش نزكي في نفسي، كما نقولوا لا تزكوا أنفسكم الله يزكيكم. أنا على كل حال صح، كنت هكذا، كنت جان صغير شوية مقلق شوية هكذا، بصح دوكا الحمد لله الإنسان كيما نقول يعرف وين يحط رجله، يعرف امني رياح، يعرف امور بزاف والحمد لله. بسبب الغضب السريع هل حدثت لك مشاكل يوم كنت في المنتخب الوطني؟ بزاف صراو لي مشاكل، انه كانوا عباد يستغلوا هذه الفرصه وكانوا يديروا لي مشاكل، انه باش يبيلوا للناس بلي انا انسان ماشي مليح. ولكن الحمد لله كما حنا نقولوا الله عز وجل ما يظلمش، هذا ما كان. الياس بو يعقوب، بعد وفاة والدك رحمه الله، هل تعرضت للظلم ام لا؟ باريكزون فاش الظلم في محيطك في مجالك الرياضي؟ على كل حال الاب تاعي كيما كنت صغير شويه، انا كنت 19 سنه، كنت جونيور، كنت رايح البطوله العالميه جونيور في سيول في كوريا، وكنت كانت عليها تاثير عليا، بصح الحمد لله كيما حنا نقولوا
المشاكل كنا نجوزوها وكنا حما هي اللي خلاتنا باش ننجحوا في حياتنا ايور خارج عن الرياضة. طيب إلياس، ما سبب خروجك من المجمع البترولي؟ سبب قلت لك مشاكل شكوى لله، ولكن تعرضت للظلم بزاف في المنتخب وضربت فيها 15 سنة وخديت معها عدة ألقاب. وقفوا لي، هي كانت أول أسباب تاعي في الاعتزال تاعي في الألعاب الأولمبية، اللي وقفوا لي شهرية تاعي تقريبا 8 أشهر وأنا بدون علم. وكي دخلت من ألمانيا، كانت عندي دورة في ألمانيا تربص، دخلت رحت باش نخرج المنحة تاعي، ما لقيتش المنحة تاعي. كي اتصلت بال كيما حنا نقولوا بالمسؤول تاع المولية الجزائر على رياضة الجيدو، ماشي المسؤول العام، قال لي انا ما على باليش. وتما اللي خديت زعفت بزاف، غطني عمري. وكي اتصلت به قال لي، صرحت بواحد التسريح انه ما شكرتش، عرضتني واحد القناة شروق وكانت عندي بطولة عالمية عسكرية، وانا كيما حنا نقولوا شكرت المؤسسة العسكرية. واتصل بي هذاك المدير قال لي احنا راه نخلصوا فيك، ماشي تسمى ماشي العسكر اللي يخلصوا فيك باش تشكر. قلت له بصح انا راني رايح شامبيون دي موند ميليتير خاطي سيفيل. وتما بداوني مشاكل، حتى صراو لي بروبليم في الخدمة تاعي. طيب إلياس بو يعقوب، إجابة بنعم أو لا، هل استعمل إلياس بو يعقوب فن المصارعة في شجار شوارع ذات مرة؟ بالك في الصغر ولا فبالك، فهمتني، كنا أنا هكذا، كنا في الصغر كنا خفاف، ضارب ناس، بالك استعملنا رياضة جيد ولا، بصح ما أديناش، ربي يغفر لنا إن شاء الله. ولا دنينا اداونا، هما اللي دنونا، جامي دنينا احنا للناس، وربي يغفر لنا والناس اللي دنيناهم، ان شاء الله يجعل ربي يسمح لنا وخلاص. إلياس بو يعقوب، كيف تمنح الدرجات للمصارعين؟ هل عن طريق المشاركات او الميداليات او بطرق ملتويه على حسب رايك انت؟ شوف، انت دخلت في امر حساس، انه الرتب هذه الدرجات هي تمد على حسب الرياضي، يكون بطل إفريقي، بطل البحر الأبيض المتوسط، بطل أولمبي، بطل العالم، تنجم تمد درجات. ومن بعد هذاك الرياضي يعاود يتعلم الكاتا كيما حنا نقولوا. ولكن هذه الدرجات راهي تتمد بغير وجه حق، راهي تتمد بطريقة غير شرعية، هي وكيما حنا نقولوا شهادة المدرب. كاين ناس ما مارسوش الرياضة تجيدو يمدوا لهم، كاين اللي الناس تمد لهم شهادة مدرب درجة أولى ودرجة ثانية، والإنسان ما مارس جيدو. هذا هو المشكل اللي صرا في رياضة تجيدو، أنه باك هذاك الرياضي يخرج جيل ماهوش فيه الكفاءة، ماهوش فيه النجاح، أنه هو ما مارسش رياضة تجيدو. وحنا نقولوا المدرب ماشي شرط مارس رياضة، انه يدرس، انه يكون عنده علم في هذه الرياضه وينجم يكون مدرب بلا ما دار رياضه جيد. ولكن بدون اي تعليم او بدون اي خبره ياخذ الامتيازات، انه ياخذ درجه خامسه او درجه رابعه او درجه ثالثه وياخذ درجه اولى كمدرب او درجه ثانيه او درجه ثالثه، هو ما عنده حتى كيما حنا نقولوا مستوى في هذه الرياضه. هذا هو الخطر. وانا لا اتكلم تسمى على هذه الاتحاديه كاع تسمى كيما حنا نقولوا من 2008 ورواح، وبالك اكثر كاع تسمى بزاف رؤساء الاتحاديات، ما نتكلمش على رئيس اتحاديه، هذا تسمى كاع كان فيهم كانوا ناس ملتوية. في طرق ملتويه. طيب الياس، بنعم او لا، لو تعرض عليك فرصة تدريب المنتخب الوطني، هل ستوافق؟ أنا على كل حال، ولاد عاني الجزائر، فريق الوطني الجزائري، أنا نلبي الوطن، استدعاء الوطن نلبي. إذن إجابتك نعم. نعم. إلياس بو يعقوب، بقي حوالي 4 أشهر على زواجك، هل ستقوم بدعوة كل من حدثت مشكلة معك ومعهم؟
على كل حال من جبت هذا من جبت هذا كيما حنا نقولوا هذه المعلومه. على كل حال شوف انا نسامح، انا كيما حنا نقولوا ننسى بصح جامي نسامح، ننسى انسان ظلمني ننساه بصح جامي نسامح. اذا لن تقدم لهم دعوه الحضور الى زفافك؟ ما غير معنيه للزفاف تاعي، حتى في الموت تاعي غير معنيه. اذا من برنامج صندوق الاسود تقول لهم غير معنيه؟ غير معنيه، غير معنيه. إلياس بو يعقوب، شكرا كثيرا على جرأتك وشجاعتك أيضا. بارك الله فيك. كلمة أخيرة إلى الشعب الجزائري والمصارعين أيضا من برنامج الصندوق الأسود. كما احنا نقولوا نتمنى الرياضيين كاين دورة، كاين بطولة إفريقية اللي هي على الأبواب من رمضان، نتمنى لهم التوفيق، والألعاب البحر الأبيض المتوسط نتمنى التوفيق للرياضيين اللي مارسوا رياضة جيدو أو غير رياضة جيدو. نتمنى يكون عدد كبير من الميداليات في البطولة الإفريقية، وعدد كبير في الميداليات في الألعاب البحر الأبيض المتوسط، إن شاء الله ربي يوفقنا وربي يوفق لها الشباب الجزائري. السلام عليكم. شكرا، ونحن بدورنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. مشاهدينا الكرام، نصل لنهاية عددنا لنهار اليوم من برنامج الصندوق الأسود، على أمل أن نلقاكم في العدد القادم مع ضيوف آخرين بحول الله. دائما ننتظر تعليقاتكم وردودكم وحتى انتقاداتكم عبر صفحات القناة فيسبوك أو انستغرام. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.